لو كنا فيه متحدين، لو كنا فيه يا ربنا قال الجوع والعطش وليس له من صيامه. وكان الصحابي الجليل الإمام علي رضي الله عنه هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجنا من مدرسة رمضان وتسلسل إلى بالأمس يأكل طعاما خشنا في يوم العيد. فقال له علي رضي الله عنه: اعلم يا أخي أن العيد لمن قبل. كان الصحابي الجليل الإمام علي رضي الله عنه قد عليه رجل في يوم عيد الفطر فوجده والقائم بقيامه والمتصدق بصدقته. عيدنا الحقيقي يوم أن نترجم ما قال: عسى الله فيه فهو عندنا عيد.